وكذلك ما يلحق بالذهب، يلحق بالذهب الأوراق النقدية، الأوراق النقدية التي هي الريالات أو الدراهم أو الروبيات على حسب عملات البلدان. هذه عندما جاءت العلماء اختلفوا فيها كيف تعامل، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة عندما نزلت هذه النقود. فبعضهم قال هذه ليس فيها زكاة. لماذا ليس فيها زكاة؟ قالوا لأنها ليست مذكورة. القرآن ما ذكر الريالات، ما ذكر هذه الأوراق النقدية، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك موجودا على عهد الصحابة. فبعض أهل العلم من المعاصرين المتقدمين قال بأنه لا زكاة فيها، لأنها ليست ذهبا وليست فضة وليست عروضا تجارية وليست من المواشي، لا تدخل في الأنعام، فلا زكاة فيها. بينما ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى أن الأوراق النقدية التي هي الريالات وما شابهها فيها زكاة. لماذا فيها زكاة؟ لأنها كالذهب والفضة، تباع بها السلع وتشترى بها السلع، هي كالذهب والفضة، قامت مقام الذهب والفضة فتعامل معاملتهما، بمعنى أنها لا تترك دون زكاة، ولو تركت دون زكاة لا أصبح كثير من الناس لا يزكي، من الناس من يملك الملايين ولا يخرج شيئا من الزكاة، لأن المال الذي عنده هو أوراق نقدية وليس ذهبا أو فضة أو عروضا تجارية أو أنعاما. فالصحيح إذن أن الأوراق النقدية الريالات وما شابهها هي داخلة في الزكاة، وتجب فيها الزكاة، وتلحق بالذهب والفضة، تعامل معاملة الذهب والفضة. طبعا تعامل معاملة الذهب والفضة في النصاب وفي المقدار المخرج وفي حولان الحول هي كالذهب والفضة، فلا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب، ولا تجب فيها الزكاة حتى يحول الحول على النصاب، ولا تخرج منها الزكاة إذا كانت الديون التي على الإنسان تستغرق النصاب من الأوراق النقدية. وهنا حصل إشكال في قضية حمل الأوراق النقدية، هل تحمل على الذهب أو تحمل على الفضة، يعني هل تعامل معاملة الذهب أو تعامل معاملة الفضة؟ والمشهور أنها تعامل معاملة الذهب، لأن الفضة قيمتها نقصت، أصبحت قيمة الفضة أقل بقليل من قيمة الذهب. سابقا في القديم كانت قيمة الفضة مساوية للذهب، ربما حتى تفوقها أحيانا، لكن مع مرور الأيام أصبح الناس يتعاملون أكثر بالذهب وتعاملهم بالفضة قليل، فنقصت قيمة الفضة وارتفعت قيمة الذهب، فعوملت الأوراق النقدية معاملة الذهب. فنعرف، إذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية علينا أن ننظر إلى نصاب الذهب. فإذا كان ما عندي من أوراق نقدية يساوي قيمة 85 غراماً، يساوي قيمة 85 غراماً، فأنا قد ملكت النصاب، أكون قد ملكت النصاب، بمعنى أنه لا يوجد مقدار معين يقال عنه، مقدار معين ثابت يقال عنه أنه النصاب في الأوراق النقدية. مثلا لا يمكن لشخص أن يقول نصاب الأوراق النقدية 1000 ريال، خلاص من عنده 1000 ريال تجب عليه الزكاة، لا، ليس له أن يفعل ذلك. لماذا ليس له أن يفعل ذلك؟ لأن الأوراق النقدية مرتبطة بالذهب، مرتبطة بالذهب، والذهب هذا قيمته تقل وتزيد بين الفترة والأخرى. نحن نسمع الآن، تسمعون قيمة الغرام أحيانا 15 ريالا، أحيانا 10 ريالات، أحيانا قيمته 12 ريالا، تختلف، وسابقا كان حتى وصل إلى 7 ريالات أو 8 ريالات بالعماني، فتختلف. فعندما نريد أن نعرف هل ملكنا النصاب من الأوراق النقدية علينا أن نسأل عن قيمة 85 غراما،
فإن قيل لنا مثلا أن قيمة الغرام، قيمة الغرام مثلا 10 ريالات، فنضرب 10 في 85، فإذا نقول النصاب 850 ريالا. إذن الذي يملك في تلك الفترة أو في ذلك اليوم يملك 850 ريالا، إذن يكون قد ملك النصاب. ربما يكون النصاب 15 ريالا، فنضرب 15 في 85، يكون الناتج 1275 ريالا. إذن الذي يملك 1000 ريال لا يملك النصاب. لماذا؟ لأن قيمة الغرام ارتفعت، وهكذا. فنصاب الأوراق النقدية يقدر بقيمة 85 غراما من الذهب. فإذا كانت الأوراق النقدية التي عندي تساوي قيمة 85 غراما من الذهب فصاعدا، إذن أكون قد ملكت النصاب، وإن كانت أقل من ذلك لا أكون قد ملكت النصاب. وكذلك أخرج ربع العشر، كما أنني أخرج من زكاة الذهب ربع العشر، وأخرج من زكاة أو أخرج من الفضة الزكاة ربع العشر، كذلك أخرج من الأوراق النقدية ربع العشر. فإذا كان عندي 1000 ريال وكان هذا 1000 قد بلغ النصاب، بمعنى أنه ساوى قيمة 85 غراما، قيمة 85 غراما ساواها، وحال عليه الحول، في هذه الحالة علي أن أقسم 1000 على 40، الناتج هو الزكاة. إذن الزكاة تساوي 25 ريالا، لأن ربع العشر من 1000 25 ريالا، أخرج 25 ريالا، وهكذا مع الأوراق النقدية. إذن نخلص من ذلك، من هذا، أن الأوراق النقدية فيها زكاة، وزكاتها كزكاة الذهب والفضة، وتعامل معاملة الذهب، لأن قيمة الذهب ما زالت باقية. والأوراق النقدية لها قيمة، ويذكر قديما سابقا أنها عند بداياتها، عند بدايات الأوراق النقدية كانت مغطاة، يعني كل ريال أو كل درهم أو كل درهم له قيمة من الذهب تعادله. فإذن الأوراق النقدية هي تشابه الذهب والفضة فتحمل عليها.